حياكم الله أعزائي المشاهدين، موجز لأهم الأنباء، أهلا وسهلا بكم. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعالله إن عسكرة المنشآت النفطية قد تتسبب في كارثة أكبر من التي حدثت في مرفأ بيروت. وأوضح صنعالله أن وجود مرتزقة فاغنر والجنجويد والسوريين يزيد من مخاطر المواد الكيماوية المخزنة بالمنشآت النفطية على العاملين والسكان، مبينا أن نفاذ السعات التخزينية للمكثفات سيؤدي إلى توقف إنتاج الغاز المصاحب، مما يسبب زيادة طرح الأحمال الكهربائية بالمنطقة الشرقية حسب قوله. من جهة أخرى، أعلن مطار معتيق الدولي إقلاع أول رحلة ملاحة جوية إلى مطار إسطنبول الدولي بعد استئناف عمله يوم الأحد. وأوضح المطار عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك مغادرة طائرة الخطوط الجوية الليبية إلى تركيا. هذا وكانت مصلحة الطيران التابعة لوزارة المواصلات قد أقرت حظر للطيران الجوي بسبب تفشي فيروس كورونا. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا. هذا وبين المركز في بيانه اليومي تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز عدد الإصابات حاجز 5000 حالة، ويتخطى عدد الوفيات أكثر من 100 حالة حسب المركز. يشار إلى أن الوضع الوبائي يتطور بشكل خطير في عدد من المدن والمناطق بعد زيادة عدد الوفيات والإصابات بالفيروس. هذا وأصيب طبيب أجنبي بمستشفى صبرات التعليمي بفيروس كورونا بعد إجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن الفيروس. وأوضحت إدارة الشؤون الطبية بالمستشفى أن فرق الرصد والتقصي أخذت عينات للمخالطين للطبيب، مضيفة أنه سيجرى أخذ عينات أخرى من أماكن وجود الطبيب داخل وخارج نطاق المستشفى. كما يشار إلى أن الطبيب المصاب كان في إجازة من العمل منذ أكثر من أسبوعين ويعمل بالقطاع الخاص حسب إدارة المستشفى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.